بتاريخ 3 آب صدر قرار بإلقاء الحجز على عقارات وموجودات كل من الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وقد صدر هذا القرار بعد دعوى مدنية تقدم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين في نيسان الماضي تتهمهما بالتعسف باستخدام الحق للمماطلة وعرقلة ملف التحقيق وتحويل طلبات الرد والنقل إلى وسيلة. فموضوع الدعوى المدنية تقدم وبموجبات طلبنا 100 مليار ليرة لبنانية بالقانون، وهذا موضوع تقني قانوني محض، يحق لأي مدعي تقدم بدعوى مالية أو دعوى يحفظ حقه منعا لتهريب الأموال المدعى عليه بحجز احتياطي أمام دائرة التنفيذ يلي تابعة لها المحكمة الأساس، يطلب فيها الحجز الاحتياطي على ممتلكات المدعى عليه حفظا للحقوق، لإذا صدر حكم بالأساس حكم نهائي نقدر ننفذ على الأملاك أو الموجودات اللي بتخص المدعى عليه. هو رقم تقديري نحن حطيناه، انه بالنتيجه هيدا الرقم هو رمزي، وبالتالي اليوم الضرر الكبير اللي واقع على المتضررين واهالي الضحايا نتيجه هذا التعسف باستعمال الحق لا يقدر بالمال، ولكن كون نحن امام دعوه مدنيه ومضطرين نحط رقم، حطينا رقم ال 100 مليار اللي هو بنلاقيه الحد الادنى لهالضرر الكبير اللي عم بينتج نتيجه تقديم دعوى الرد والنقل والمخاصمه. طيب واذا النائب غازي زعيتر ما عنده ممتلكات باسمه، شو بيصير بهذه الحاله؟ بالقانون لا يجوز الحجز على من ليس لديه ممتلكات، نحن حاليا عم نتابع الموضوع بالاطر القانونيه. الوزير علي حسن خليل هل عنده ممتلكات؟ هي نحن حجزنا على عقارات، لا يقع على عاتقنا تقدير قيمة العقارات لنعرف إذا تتجاوز 100 مليار أو لا بحكم القانون. وفي حين لم يتم العثور على أي عقار باسم النائب غازي زعيتر، جرى الحجز بحسب معلومات الجديد على 7 عقارات عائدة للنائب علي حسن خليل، هي عبارة عن منزل في الخيام و4 أراض محيطة به، فضلا عن منزل ومكتب في بيروت. مصادر مقربة من خليل قالت أن مجموع العقارات لا تبلغ 100 مليار ليرة وأن الرقم هو رقم مبالغ فيه، كما أكدت أنه لم يتبلغ حتى الساعة قرار الحجز إلا من خلال وسائل الإعلام، واعتبرت المصادر أنها تمتلك الحق في الاعتراض على الحجز وهو قيد الدرس. لين ماضي، قناة الجديد.